معي ايضا عبر سكايب الدكتور عبد المنعم سعيد المفكر السياسي والكاتب مساء الخير يا دكتور عبد المنعم يعني استمعت النهارده الي خطاب الرئيس وتحدث عن شرعيه التدخل المعتمده علي حق الدفاع عن النفس وعلى مجلس النواب كيف رايت ذلك؟ رأيت أن في تحرك استراتيجي كبير يعني أنا كثير من المتحدثين قبلي يعني تحدثوا عن الموضوع من الجوانب التكتيكية المباشرة إنما أنا أعتقد أن إحنا إذا لحظة في مواجهة شاملة موجودة في المنطقة مع قوى التي تحاول أن تجعل التيار الخاص بالإخوان المسلمين على وجه التحديد أن يكون لهم سيطرة على المنطقة من خلال خلخلة الدولة الوطنية الموجودة هذه واحدة تمثل جبهة فيها مصر فيها السعودية فيها الإمارات وفيها على الجانب الآخر توجد فيها تركيا ويوجد فيها قطر ويوجد فيها جميع الحركات الإرهابية الموجودة في المنطقة فإحنا إذا لحظة بيحدث فيها تماس بالنسبة لمصر ومصر من الناحية القومية نعرف جميعا أن توجهها الاستراتيجي هو بناء الدولة المصرية وجزء من بناء الدولة المصرية البناء الخاص بقواتها المسلحة حتى تستطيع أن تواجه الاخطار التي تواجه الامن القومي المصري مباشره. الامن القومي المصري يواجه باساليب دبلوماسيه وسياسيه وعسكريه. الدبلوماسيه جاءت عندما وضح ان ليبيا سوف تتحول الى ساحه فوضى كبيره الى حاله حرب اهليه طويله يمكن ان تصل بعض نيرانها الى مصر فكان التحرك المصري الاول لو نذكر منذ ايام عندما تحركت القوات المصريه الى سيد البراني بقدر وبكميه وقوه نيران واضح فيها انها يمكن ان تؤدي مهاما كبيرا وقد ترافق معها فورا الوقوف الهجمه الموجوده على سرت وعلى الجفره في منتصف ليبيا تقريبا من الناحيه المصريه ذلك خلق نقطه توازن دبلوماسيه يمكن عندها للمجتمع الدولي الذي لا يريد حروبا في المنطقه ولا يريد ان تتحول ليبيا الى سوريا مره اخرى ان يحدث مفاوضات جاده تركيا ارادت ان تستغل الفرصه وبالتالي عملاء او العاملين معها لانه هذه ليست قوه مستقله هي مجموعات ميليشيات بتمثل يعني كل الطيف من الاخوان المسلمين حتى داعش وبدات انها تهدد وتتوعد ويزيد تواجدها في منطقة البحر الأبيض المتوسط على الشواطئ يعني القريبة من مصر والقريبة من ليبيا بمعنى أنها بتعمل ديبلويمنت عسكري بدأ بمجموعة تنظيمية ثم بعد ذلك مجموعات تركية ثم مجموعات كثيفة من المرتزقة اللي جايين من من سوريا من هنا اللحظة التي تحرك فيها أو مصر رفعت الثمن بالنسبة لتركيا الأول كان نحن متواجدون لا تلعبوا بهذا الأمر فالجيش الليبي استطاع أن يوقف الزحف الموجود عند سرت وبالتالي خلق لحظة جديدة كان لابد لمصر فيها أن تعلن أن تلك هي تمثل الخط الأحمر بالنسبة لمصر الإشارة هنا ليه بالطبع ليه لتركيا وعملائها و و و في في ليبيا هي اشاره ايضا لحلفائنا في ليبيا ان وراءهم ظهير مصري قوي وهي اشاره للمجتمع الدولي وليس صدفه ان اول التصريحات جاءت من الولايات المتحده هي تطلب يعني تنفيذ المبادره المصريه والعوده الى مائده المفاوضات دون ان يطلب يعني تراجع لاي من القوات الموجوده لانه ده جزء من المفاوضات اللي بيسموها خمسه زائد خمسه اللي هي خاصه بالوضع وقف اطلاق النار ثم بعد ذلك المبادره المصريه تماثل المبادره اللي موجوده في برلين انه يبقى فيه ممثلين للاقاليم الليبيه الثلاث وهؤلاء الممثلين يعني من فزان ومن برقة ومن طرابلس يقوموا بإعداد خريطة طريق لعودة الدولة مرة أخرى طيب ف... إلى لبيين. فتتوقع يا دكتور ان ان ما قاله الرئيس النهارده يدفع اكثر في اتجاه وقف اطلاق النار والبحث عن مخرج سياسي ام انه يدفع في طريق الحرب؟ يعني خليني بس اقول ان دوله البحرين منذ قليل احنا اعلنا ان المملكه السعوديه اعلنت دعمها الكامل لما قاله الرئيس وايضا دوله الامارات والان البحرين وكانت الخارجيه الامريكيه قد تحدثت ايضا منذ قليل وقالت انه ما قاله الرئيس يؤكد اهميه ان تعمل ليبيا وجيرانها على الجهات الخارجيه لتعزيز وقف اطلاق النار وندعم الجهود المصريه لاطلاق مفاوضات سياسيه، فتتوقع انه ما قاله الرئيس كان نقطه فاصله تدفع في اتجاه وقف اطلاق النار اكثر ام انها تدفع في اتجاه الحرب؟ يعني الـ الـ زي ما بيقولوا ذا نايت ستيل جرين لسه احنا في أول الليلة، الحركة المصرية تقصد قطعا والرئيس صادق تماما أننا نريد حلا سياسيا سلميا لهذا الصراع. وأننا لا نريده أن يستمر ويصبح في غربنا على حدود 1200 كيلو لمصر دولة فاشلة في حالة حرب أهلية ويستخدمها كل من تسول له نفسه أن يعني يقوم بالسوء لليبيا وطبعا مصر بجانبها هذا حريق لا يمكن ان احنا نقف بعيدين عنه ولا بد ان نسعى اما لاطفائه او انه يوجد سلطه وطنيه تستطيع ان تدير الامور فاحنا لازلنا مصر قامت بالتحرك يتوقف هنا بقى ماذا سوف تفعل الاطراف الاخرى وبالذات الولايات المتحده وروسيا الولايات المتحده قالت كلمتها انا منتظر اسمع كلمه روسيا لان كلمه روسيا مهمه روسيا ارسلت طائرات الي الجانب الشرقي الليبي خلال اليومين الماضيين ولها موقف سابق مؤيد انما احيانا ايضا لديها صفقات مختلفة مع تركيا سواء في سوريا أو في ليبيا أو في مناطق أخرى صحيح. فنحن لدينا هنا عملية معقدة دوليا وإقليميا ومصر بتقوم يعني استخدامها لأوراقها يتم بحكمة شديدة وبعضها يعني لا يمكن لأي حد بينما المباراة جارية أن يفصح عن كل الاستراتيجيه وكل التكتيك لكن احنا عندنا في قطعه الشطرنج الان قطعه مصريه قويه جدا وضعت على الطاوله وعلى الاخرين ان يتكيفوا معها هل المجتمع الدولي سيتدخل يعني حضرتك على موقف روسيا وامريكا لكن هذا المجتمع الدولي الذي غض الطرف عن الميليشيات والمرتزقه اللي تركيا بتنقلهم وغض الطرف عن عن رغبه تركيا في اقامه قواعد هل تتوقع أنه هو يتحرك يعني ام انه سيقف ايضا يعني كما حدث في سوريا يترك الامور كما هي وبعدين لما انت تيجي تتحرك يقول لك لا والله ده تحرك مثلا غير شرعي او هذه هذه بلطجه يعني يقبل بلطجه تركيا ولا يقبل اي تحرك من الاخرين دفاعا عن النفس يعني كل الامور وارده يعني ان نظريا ما ذكرتيه من سيناريوهات ممكن ان يحدث انما في تقديري ان هذه الدول ايضا تقدر امورا كثيره ان وجود حرب في ليبيا معناها حركه هجره كبيره جدا الى الشواطئ الاوروبيه في وقت بقى موضوع الهجرة معامل في نمو وتشدد اليمين الاوروبي. الجانب الاخر للموضوع ان الولايات المتحدة وروسيا يعلمان جيدا ان وجود قاعدة ارهابية ضخمة زي ليبيا بالاضافة الى افغانستان وبالاضافة الى سوريا والعراق يجعل هناك يعني امكانيات العوده مره اخرى الى عمليات الارهاب هناك ايضا انه طبعا في جزء ليس في صالحنا في هذه المساله ان العالم مشغول بموضوع الكورونا وكل الدول في داخلها لكن ايضا بنقول انه الجغرافيا السياسيه لم تتوقف خلال ازمه الكورونا تركيا استغلت الوضع في العراق واستخدمته في سوريا واستخدمته في ليبيا وايران ايضا استخدمته واسرائيل استخدمته ونحن الان نستخدمه انا بشكرك دكتور عبد المنعم سعيد